فإذا بي، واسمحوا لي أن أقولها بصدق، عشرات من السنين وأنا على مقعد الدراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله، قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيس في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا، ووزن نفسه بالشريعة ثانيا، ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا، أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها، ومن قتل عليا رضوان الله عليه، أناس إذا صلوا خجلنا من صلاتنا، وإذا صاموا خجلنا من صومنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الذين يظهرون التمسك بالدين ويكفرون عموم المسلمين، هؤلاء الذين تطول لحاهم وتقصر أثوابهم ويكسر مظاهر العراك في أيديهم، ولا يرون في الدنيا إسلاما إلا هم والآخر كفار. ويؤسفني أن أقول إنهم الآن يعودون، فقد رأيت في هذا الحج شباب البوسنة وقد درسوا في بلد عربي إسلامي، فصاروا يمرون علينا ولا يقولون السلام عليكم. فسألتهم لماذا لا تسلمون، لماذا لا تقولون السلام عليكم؟ قال لأن ثوبك طويل ولحيتك ليست مطلقة فلا يسلم عليك. هؤلاء من قتلوا سيدنا عليا، هؤلاء الذين يخرجون جددا الآن، وهم خطر ما بعده خطر، وبعض أبنائكم التحق بهم وأنتم لا تشعرون.